الزهد. الزهد في اللغة الرغبة، والمراد هنا الرغبة عن الدنيا حتى يستوي عنده جليلها وحقيرها. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بما ترجع إليه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال الله تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فنسب الزهد إلى العلماء، وصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء ونهاية المدح. وهذه الآية كافية في بيان فضل الزهد والزاهدين. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.